الرادار، تحليل استراتيجي عسكري مع هشام خريسة. ملفنا لهذا اليوم: الحرب على داعش، هدفه إقامة منطقة آمنة لحماية السوريين أم حماية الحدود التركية من حزب العمال الكردستاني وداعش؟ أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رادار. تتجه الأنظار إلى أنقرة، حيث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الذي أكد من هناك أن تركيا والولايات المتحدة على حد سواء ستبدأان قريبا عمليات جوية واسعة النطاق لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية داعش من منطقة محددة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، ستمتد من عفرين إلى عزاز إلى قرابلس على مسافة 140 كيلومتر طولا وبعمق 50 كيلومتر، بمشاركة الدول التالية: السعودية وقطر والأردن وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، عبر تنفيذ مراحل خطة أوباما بتدمير داعش تستمر 3 سنوات وعلى 3 مراحل. تتمثل أصعب مراحلها باستهداف داعش في سوريا نفسها، وهو أمر لا مهرب منه. إذا كانت ستنجح خطة أوباما في ضرب التنظيم التي تمتد لأكثر من 3 سنوات، أي بعدما يكون أوباما غادر البيت الأبيض. أما المراحل الثلاث هي: الأولى بدأت في 7 أغسطس الماضي من خلال توجيه 145 ضربة جوية ضد داعش في العراق، وتتمثل المرحلة الثانية في تشكيل الحكومة العراقية بهدف فتح باب أمام تجهيز وتدريب فعال للجيش العراقي والأكراد، مع إمكان ضم قبائل الأنبار للحملة العسكرية. وتشمل الثالثة، وهي الأصعب، ضرب مواقع داعش في سوريا، وهو أمر يتوقع المسؤولون أن يستمر ل36 شهرا، أي حتى بعد مغادرة أوباما الحكم، مع تأكيد مسؤول أمريكي وجود صعوبات في هذا الخصوص. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجميع يكونون في الخط ذاته عندما يتعلق الأمر بالعراق، ويكون هنالك قلق وخلاف كبير حول الملف السوري، قبل أن يضيف أن هذا الجهد سيأخذ وقتا، إنما لا مهرب ولا بديل منه، أي للقضاء على داعش. سنناقش هذا الموضوع من محورين: المحور الأول، لماذا المنطقة المشمولة بالغارات المنطقة الشمالية فقط؟ هل هي لحماية الشعب السوري الأعزل أم حماية حدود تركيا الجنوبية المحمية بالأصل من داعش وحزب العمال الكردستاني؟ المحور الثاني، هل هي مقدمة لتطبيع العلاقات بين إيران وبعض الدول الغربية في أعقاب الاتفاق النووي؟ ضيوف حلقتنا لهذا اليوم: الأستاذ الدكتور عارف العبيد من اليونان، والعميد الركن الطيار حاتم الراوي، والعميد الركن أحمد الرحال، والعقيد الركن أحمد الحمادي، والعقيد الركن هيثم إدريس. كل ذلك سيتم الاستماع له بعد الاستماع لهذا التقرير بصوت الزميلة الإعلامية أروى الباشا. هل الحرب على داعش هدفها إقامة منطقة آمنة لحماية السوريين العزل أم لحماية الحدود التركية المحمية أصلاً من حزب العمال الكردستاني وداعش؟ وافقت تركيا رسمياً نهاية الشهر الماضي على استخدام الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف لقواعدها الجوية، ولا سيما إنجيرليك، في قتال داعش. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بشكل متكرر أن بلاده تسعى لاتخاذ الخطوة الأولى لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا. وأوضح أردوغان في 28 من يوليو تموز قوله: يكمن هدفنا في تهيئة القاعدة لإقامة منطقة آمنة، وفي المرحلة الأولى يتعين علينا تطهير المنطقة من عناصر داعش، وبذلك ستقام البنية التحتية الضرورية للمنطقة الآمنة، بما يتيح ل 1.7 مليون سوري العودة إلى منازلهم. من جهته، مسؤول أمريكي قال في 27 من يوليو تموز إن واشنطن وأنقرة متفقتان على العمل معا لتطهير شمال سوريا من تنظيم داعش، لكنه أكد أن الجانبين لم يتفقا على فرض منطقة حظر جوي. من جهته، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية يشن منذ 23 تشرين الأول أكتوبر غارات على مواقع لتنظيم داعش في سوريا.
ويقول عضو حزب الحرية والعدالة الحاكم النائب السابق رسول توسون إن الجهد العسكري الأمريكي التركي المشترك سيصب في نهاية المطاف إلى إنشاء منطقة آمنة يكلف بحمايتها الجيش السوري الحر. وكانت تركيا قد نفذت في الأسابيع الماضية طلعات جوية ضد أهداف لداعش في سوريا، وسمحت لطائرات من دون طيار وبعدها لمقاتلات أمريكية من طراز F-16 بتنفيذ عمليات ضد داعش في سوريا والعراق انطلاقا من قاعدة أنجرلك التركية. ودعا وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تركيا لبذل المزيد من الجهود في إطار الحملة الدولية لمحاربة التنظيم. وأضاف كارتر في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن أنقرة مطالبة بالمزيد، فهي كدولة جارة لمناطق الصراع في سوريا والعراق عليها تكثيف الجهود من أجل ضبط حدودها. وأضاف أن تلك الحدود يستخدمها داعش لإدخال الدعم إلى مقاتليه في ساحات القتال. وقال مسؤولون مطلعون على الخطط المتفق عليها إن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان توفير غطاء جوي لقوات المعارضة السورية التي تقدر واشنطن أنها تتصف بالاعتدال في إطار هذه العمليات التي تهدف لإخراج تنظيم داعش من مساحة مستطيلة من الأراضي الحدودية طولها 80 كيلومترا تقريبا. وقالت شاووش أغلو إن العمليات ستبعث أيضاً برسالة لبشار الأسد وتضغط على نظامه لقبول التفاوض والسعي إلى حل سياسي للأزمة السورية. نرحب بكل من الدكتور عارف عبيد والعميد الركن الطيار حاتم الراوي والعميد الركن أحمد الرحال والعقيد الركن أحمد الحمادي والعقيد الركن هيثم إدريس. أهلاً وسهلاً بكم ضيوفاً دائمين على هذا البرنامج. نبدأ من الدكتور عارف عبيد. دكتور عارف، لماذا يكون المسؤولين الأمريكيين على كافة مستوياتهم وتخصصاتهم استخبارات أو جيش يكونوا متفقين إذا تعلق الموضوع بالملف العراقي ولكنهم على خلاف دائم فيما يتعلق بالملف السوري؟ مع العلم هناك قاسم سليماني وهنا قاسم سليماني، هنا شيعة وهنالك شيعة، وهنا أكراد وهنا أكراد، وهنا صنم لإيران في سوريا وهنا صنم لإيران في العراق، فلماذا هذا التخبط والاختلاف الأمريكي في الملف السوري تحديدا؟ شكرا لكم دكتور هشام لهذه الدعوة الكريمة. هذا إذا أردنا أن نحكم على هذا السؤال يجب أن ننظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة العربية بشكل عام. فإذا على سبيل المثال الأمريكان باعتقادي يقسمون المنطقة العربية لثلاث مناطق، منطقة بلاد المغرب واهتمامهم يعني بهذه المناطق تقريبا يعني شبه معدوم. هناك مناطق الشرق الأوسط وتتضمن مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، ومنطقة الخليج التي تعتبر المنطقة الأكثر حيوية وأكثر والأكثر مهمة لاهتمام الأمريكان من أجل الحفاظ على سلامة وأمن هذه المنطقة. فلا تستطيع لا الاتحاد الأوروبي ولا اليابان ولا روسيا تحديد مناطق دول الخليج من أجل البترول، فهي المناطق رقم واحد في العالم. إذا فيما يخص مثل منطقة الدول العربية وسؤالكم الكريم، القضية السورية وسوريا تحديدا لها علاقة بالحدود مع إسرائيل، إذن لها علاقة بسلامة إسرائيل، ولهذا السبب نجد هناك تفاوت في التصريحات الأمريكية وعدم وأي قرار أمريكي أو أي اهتمام دائما ينبع من خلال النظرة الإسرائيلية. لأكون صريح معي يعني لأكون أكثر دقيقا، عند الأمريكان لم يهتموا يعني كثيرا بالثورة السورية، بالعكس أخروها، وكان هناك فقط حالة واحدة كانوا أكثر حسما وأكثر قطعية في التدخل، وهي مشكلة الأسلحة الكيماوية. بعد سنتين تقريبا من مرور الثورة السورية المجيدة والكريمة قام الأمريكان بتدخل مباشر وهددوا بقصف قوات النظام إذا لم يوجد حل لهذه الأسلحة. إذن ولكنهم دكتور عارف، نعم، هم كانوا يخافون على الكيماوي من الشعب السوري وليس كما كان يشاع بالإعلام، هم كانوا يخافون أن يقع الكيماوي بيد فصائل الجيش الحر. بالضبط، عندما اقتربت قوات يعني قوات الثورة من مستودعات الأسلحة الكيميائية انطلق رئيس الأركان الإسرائيلي بزيارة استمرت 10 أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك انطلقت الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء مشكلة الأسلحة الكيميائية التي كانت تهديد مباشر
لإسرائيل. إذن الأمريكان يحكمون على النص، على الملف السوري من خلال المنظور الإسرائيلي وليس من خلال منظور حقوق الإنسان وحقوق الشعب وغير ذلك. لا يهتمون أيضا، يعني 4 سنوات يعني يتشرد الشعب السوري ويقصف يوميا ويهان ويذل، ولم يتدخل الأمريكان الذين كانوا يعني خلال فترة الحرب العالمية الأولى أيام الرئيس ويلسون يعني رمز للحرية، رمز للكرامة، رمز للدفاع عن الشعوب أمام الدول الاستعمارية ذلك الحين، فرنسا وبريطانيا. أمريكا يعني تركز كما قلت لكم يعني، أو تتبنى الاستراتيجية الإسرائيلية في فتح نزاعات في العراق في سوريا. أمريكا هي من سلمت العراق لغمة سائغة للنظام الصفوي الإيراني، وما نشهده الآن في العراق هو نتيجة للاحتلال الأمريكي لهذا البلد، ونشهد من تشتت من تفتت من حتى إهانة للشعب العراقي. أما فيما يخص الملف السوري، أقول بكل صراحة بأن إذا أراد الشعب السوري أن ينتظر من الأمريكان ومن القيادة الأمريكية أي حل فهم مخطئون، عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم، لأنه يعني الشرط الأول للأمريكان بصراحة تدمير البنية التحتية السورية، وهذا ما تريده أيضا إسرائيل. عندما يتم تدمير جميع البنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا في ذلك الحين، لا يهم للإسرائيليين أن بقي بشار الأسد أو لم يبقى، لأن أي حكومة جديدة عندما ستظهر ستحتاج إلى من 30 إلى 40 عام لعملية البناء، وهذا وقت كافي، يعطيهم وقت كافي من أجل التفكير في مشاريع أخرى دكتور إضافية. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى العميد أحمد الرحال. سيادة العميد، الشدادي مركز عمليات وقيادة وسيطرة وتحكم لداعش، وبها قيادات الصف الأول التي تدير العمليات على الساحة السورية وخطوط الإمداد مع العراق من الشدادي، فلماذا لم تشمل بخطة أوباما وقد حصروها في هذا الكنتون عفرين عزاز قرابلس 140 في 50 كيلومتر، وهي أخطر منطقة في هذه المنطقة اللي هي قتال قصف داعش في الشدادي؟ تحياتي لك ولي أهلا وسهلا الكرام، تحياتي لكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا. يعني بداية أخي هشام، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرب داعش، هذه حقيقة مطلقة أصبحت واقع أمام الجميع. الواشنطن بوست نشرت في تقرير موثق بالأرقام موثق بالشهادات أن 75% من الطيران الأمريكي يعود محمل بالذخائر والأسلحة، بحجة أن الاستطلاع لم يحدد أهداف الضرب. هذا أمر بالعلم العسكري لا يقبل ولا يصرف. هذه نقطة. نقطة ثانية، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا توافق على المناطق الآمنة، يعني تم تسميتها من مناطق عازلة إلى مناطق آمنة إلى مناطق أمنية ثم المناطق النظيفة في آخر المطاف. وحتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المناطق الآمنة قد تكون كرة الثلج المتحرجة التي يمكن أن تطيح بنظام الأسد، وبالتالي تقف في وجه تلك المنطقة وتخالف. طب سيادة العميد، المناطق العازلة طيب ألا تطيح ببشار الأسد؟ كل تلك المناطق هي غير موافقة عليها الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد أن توجد أمامها، يعني أنا وافق ما قاله الدكتور عارف، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن توجد أمر على الساحة السورية يمكن أن يرتب عليه التزامات. يعني حتى الفرقة 30 التي أنشأتها أدخلتها لكي تقتل، كي لا تكون هناك التزامات، حتى عندما قالت أننا ملتزم بالفرقة 30 قصفت الفرقة 30 ولم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك خلاف ما بين تركيا وبين أمريكا. تركيا التي أرادت في تلك المناطق الأمنية تخريب الكانتون الكردي، منع إقامة دولة كردية، ومحاربة داعش في الاهتمام الثاني مع نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تلك المناطق الأمنية، ولكنها تريد الجهود الأمريكية ورضخت للشروط التركية، لأنها تدرك من أن أي حرب على داعش لا تشترك فيه الجهود العسكرية التركية سيكون عمل فاشل، ونحن على أبواب انتهاء عام كامل من التحالف الدولي، وداعش باقية وتمدد وفق شعارها. إذن لا نستطيع أن نقول أنه لماذا لم تضم منطقة الشدادي إلى المنطقة الآمنة. أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن بكل المناطق الآمنة. اثنين، المناطق الآمنة وجدت لأهداف تركية هي تخدم الشعب السوري ولكنها لا تخدم الرؤية الأمريكية. النقطة الأهم أنه حتى الآن لا توجد قوة ولا تحالف ولا دولة تريد التخلص من داعش، لأن داعش التي وجدت بأجندة دولية معينة مخابراتية معينة
ما تزال تؤدي الأهداف المطلوبة منها إن كان في سوريا أو العراق، بدليل أن داعش منذ حوالي 10 أيام أو الأسبوعين تقوم بعملية الخروج من المنطقة الآمنة باتجاه الغرب واتجاه الشمال الغربي، إن كان باتجاه مارع أو باتجاه عزاز أو باتجاه تل رفعت، وقد تصل إلى نبل والزهراء، وقد تصل إلى عفرين، وبعملية خروج داخل المنطقة الآمنة، كي إذا ما اضطرت من عملية الإخلاء أن تكون لديها مناطق أخرى. لم نجد الطيران الأمريكي يقصف، لم نجد الطيران التركي يقصف، ولم نجد التحالف الأمريكي يقصف، بالعكس وجدنا الطيران الأسد ومدفعية الأسد هي من تمهد الطريق لداعش. إذا لا وجود حتى الآن بأي صيغة دولية، أي صيغة عسكرية، لأن هناك نية دولية أو نية أمريكية للتخلص من داعش. بس سيادة العميد، هل فعلا كما أوردت، فعلا تركيا قادرة على أن تزيل داعش؟ داعش فكر، الفكر لا يزال إلا بالفكر المضاد، ويحتاج عشرات السنوات. إزالة داعش تحتاج إلى أمر عسكري، أمر سياسي فكري. يعني إزالة داعش لا تتم عن طريق القوة العسكرية، التحالف بدون قوة أرضية مساندة تستطيع أن تؤمن الزراع العسكري الذي يستطيع الاستفادة من الضربات الجوية، تلك في أبسط الأمور العسكرية. هذه نقطة. النقطة الثانية، لكي نزيل داعش علينا من إيجاد الحاضنة الشعبية التي ترفض هذا الفكر، وبالتالي إيجاد مشروع مضاد لمشروع داعش، يؤمن بإنشاء جيش وطني، يؤمن بإنشاء أو بوضع هدف إسقاط نظام الأسد، لأن داعش تلعب على التناقضات. يعني عندما تقول داعش أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقوي نظام الأسد وتجتزم الحاضنة الشعبية، يجب أن ننفي تلك التهمة عن أمريكا، ويجب أمريكا أن تنفي تلك التهمة عنها بإيجاد هدف حقيقي من أنها تسعى لإسقاط نظام الأسد كي تبتعد الحاضنة. إذا نحن أمام مشروع متكامل، يجب أن يوجد مشروع ثقافي، مشروع فكري، مشروع سياسي، مشروع عسكري، تتكامل تلك المشاريع مع بعضها لتكون مشروع وطني كامل تتوافق مع أجندات دولية تريد التخلص من داعش، عندها يمكن التخلص من داعش. أما ضربة هنا وضربة هناك مع عمليات لا تجدي وتقوي من داعش، فأعتقد أنه لن تستأصل داعش لا على يد القوات التركية ولا على يد التحالف، ولا توجد هناك، يعني لا يوجد حتى الآن هناك شريك أرضي. المشروع الأمريكي بالتدريب يخرج 54، ثم الآن يخرج 70 مقاتل. أعتقد أن هذا الأمر يعني يدفعنا إلى السخرية أكثر مما يدفعنا إلى الاعتقاد أن هناك مشروع لمحاربة داعش. إذا نحن أمام حقيقة لا توجد أي مؤشرات من أن هناك إرادة دولية أو إقليمية باستئصال. سيادة العميد ابقى معي، ننتقل إلى العميد حاتم الراوي. سيادة العميد، ما هو الاعتدال من منظور الولايات المتحدة الأمريكية؟ جهزوا الفرقة 30 كما تفضل سيادة العميد أحمد، يعني موضوعهم لا قيمة له ولا وزن، وبنفس الوقت خضعوا لمسح أمني هم وعائلاتهم من قبل CIA، ومع ذلك لا يزودونهم بصواريخ ستينجر. طيب هذا الكلام الآن، هو لماذا هم يدربونهم؟ هل حددوا لهم الأولويات قتال داعش وتركوا النظام؟ ولماذا لا يزودوهم بصواريخ ستينجر إذا كانت نوايا أمريكا حسنة باتجاه هذه الفرقة، الفرقة 30، وهي نواة للجيش السوري كما يقولون؟ سلام لك دكتور ولضيوفك الكرام. أنا سبق أن قلت في إحدى التغريدات أن داعش هي الأفعى التي ألقتها أمريكا في مركب الثورة. أما بالنسبة للفرقة 30 والتدريب الذي قامت به أمريكا، فأؤكد أنا وأؤيد ما قاله العميد أحمد بأنها صنعته ليفشل، يعني صنعته بالأساس لكي يفشل. لماذا صنعته؟ لماذا صنعته إذن؟ صنعته كل ما يخدم إطالة الحالة السورية على وضعها أمريكا تفعله. نعم. فأمريكا دربت قوات صغيرة جدا، يعني بأي منطق ومضحك جدا أن نقول أن أمريكا تدرب 50 أو 60 أو 70 عنصر أو 1000 عنصر، يعني لما علما بأنه هي جاءت بناس مدربين لا يحتاجون إلى وقت طويل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل. ولكنهم سيادة العميد غير ممسوحين أمنيا من وجهة النظر الغربية، وأنت تعلم الاستخبارات شيء مهم بالغرب، هي الأكل والشرب والتنفس. تماما، هنا بيت القصيد، غير ممسوحين أمنيا،
هي بحاجة إلى وكلاء الآن، وإلى رموز أمريكية تريد إضعافهم وتريد إظهارهم بشكل إلى وكلاء ضعيف. أم إلى صحوات كسوة بالأنبار؟ لا، صحوات الأنبار، نحن عندما يعني عشنا حالة صحوات الأنبار، صحوات الأنبار زودتهم أمريكا بأسلحة تقنية وأغدقت عليهم العطاء ودربت أعداد كبيرة جدا، وهيأت عن طريق رؤساء العشائر وعن طريق أبو ريشة وجماعته، فأعدت العدة تماما للقضاء على القاعدة من قبل الصحوات. أما في سوريا فهي تداعب مداعبة، تداعب داعش مداعبة، فالضربات التي تقوم بها قوات التحالف على داعش، نعم هناك من يقول يا أخي كيف تقولون أن داعش هي صنيعة أمريكا وهذه أمريكا تضرب داعش؟ يا أخي تضرب داعش بتقليم الأظافر، تضرب داعش للمحافظة على حجم معين تريده هي. أما أن تدرب معارضة معتدلة فمن ثوار سوريا الذين لم يعودوا يعدوا ولا يحصوا، لماذا لم تدرب تزودهم سيادة العميد؟ لماذا لم تزودهم؟ نعود للسؤال، لماذا لم تزودهم بصواريخ ستينجر إذا كانوا ممسوحين أمنيا ولا تخشى عليهم من أن يكونوا عملاء؟ لا الصواريخ دكتور هشام موضوع آخر، هي لو أرادت أن تعطي هذه الصواريخ فهي قادرة من خلالها لتحرير المناطق التي يريدها الثوار دون هذا الضجيج ولكن ودون لماذا لم تعطيهم إذن؟ للإطالة فقط. أمريكا تريد كل ما يخدم الإطالة الحالة السورية، أمريكا تفعله. ابقى معي سيادة العميد حاتم، ننتقل إلى سيادة العقيد الركن أحمد الحمادي. هل الحرب على داعش لحماية تركيا أم لحماية الشعب السوري؟ إذا كنت يعني قادر على التصريح أو الكلام بصراحة عن هذا الموضوع لكونك تقيم هناك، يعني الصوت سيادة العقيد أحمد. تحياتي لك. أهلا صوت. وسهلا. نعم الصوت، صوت شوية لو يكون أقوى. تحياتي لك أهلا. ولجميع السادة المستمعين وللأخوة المشاركين في هذا البرنامج الرائع الذي يلقي الكثير من المعلومات على مسامعنا ومسامع المستمعين لكي نتعرف على السياسة الأمريكية. ممتازة. نعم. السياسة الأمريكية في المنطقة هي سياسة معروفة منذ بداية ويلسون، وحتى هذه اللحظة لم تقدم للمنطقة أي شيء غير الوعود والضجيج والضجيج الإعلامي وتخريب هذه المنطقة بدءا من بعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم المنطقة على مناطق نفوذ من يالطا وغير يالطا وزرع الكيان الصهيوني إسرائيل في المنطقة. فكان هدف السياسي الأمريكي في المنطقة العربية تتلخص في ثلاث محاور. المحور الأول وهو الحفاظ على دولة إسرائيل قوية على كل الدول العربية المجتمعة. 2، استنزاف خيرات هذه المنطقة من بترول وغيرها من مواد منطقة الخليج وغيرها، وجعل بلادنا سوقا للتصريف الاقتصادي. 3 هي الحفاظ على الممرات المائية من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى قناة السويس. فداعش ومن صنعها ومن خطط لوجودها في منطقتنا يعرف أن لا يمكن التخلص من داعش حتى تنتهي معها المنطقة نهائيا، ولم تعد قادرة على توجيه أي ضغط على إسرائيل أو خطر على إسرائيل في 50 سنة مقبلة. فلا يمكن أن يتم طرد داعش من المنطقة السورية أو العراقية نهائيا إلا بعد تدمير سوريا وتدمير العراق. أما الفائدة، ألم تدمر العراق وسوريا حتى الآن سيادة العقيد؟ لا تزال هناك بقايا ممكن أن تتحول النواة، هذه النواة الباقية أمثال الأبطال الذين يحررون اليوم في الغاب وفي حلب وفي كل أماكن،
ممكن أن يؤثر مستقبلا، لأن الحرب مع داعش ليست حربا عسكرية دبابات وطيران وغيرها، إنها حربا فكرية. والحرب الفكرية لا يمكن أن تنتهي في يوم، ولا تنتهي في صاروخ ستينجر، ولا في طائرة F-16. الحرب الفكرية اليوم هي أن أمريكا تدعم دعما كبيرا العدو الإيراني الذي سيطر على اليمن تقريبا، وعلى لبنان اليوم هو يقوم في انقلاب تقريبا في لبنان، وسيطر على سوريا، ولم يعد السوريون القادة العسكريين السوريين الذين يسمون نظام، لم يعودوا إلا منفذين وضباطا صغارا وسياسيين صغار في يد قاسم سليماني وأصحابه. وفي العراق قدم العراق لقمة سائغة إلى إيران بدون حرب، بعد 8 سنوات ونيف في حرب 80، لم يستطع إيران أن تتقدم وتأخذ أي شبرا من الأراضي العراقية، بل العكس، وصل الجيش العراقي إلى المحمرة. ولكن اليوم بالتعاون الأمريكي الإيراني وصل، وما رأيت بالأمس العبادي مع قاسم سليماني ومع المالكي، أن المالكي فصل من نائب رئيس الجمهورية وعاد من إيران ليقول أنا نائب رئيس الجمهورية العراقي. فاليوم إيران تتحكم في المنطقة، وهي التي بمساعدة أمريكا هي التي تتمدد. فالصراع هو صراع فكري، صراع فكري، ويأتي في المرحلة الثانية هو الصراع العسكري. اليوم وعندما نرى أن إيران تتحكم في هذه المنطقة وتتمدد وتعمل بكل ما وسعها في منطقتنا، فما هو بالك في الناس البسطاء الذين تجتذبهم القوى ذات الفكر المتطرف ليكونوا عندها، ليقولوا أين الخطاب المعاكس لهذا التمدد الإيراني، التمدد في كل مكان، أين هو؟ ماذا فعلت الولايات المتحدة والدول العربية والدول الإسلامية لوقف تمدد داعش فكريا؟ سيادة العقيد أحمد، هل نعود للسؤال، هل الحرب على داعش لحماية تركيا أم لحماية الشعب السوري بالمنطقة الشمالية؟ الحرب على داعش ليس لحماية الشعب السوري وليس لحماية تركيا نهائيا، لأن هذه الحرب هي حرب عقيمة لا يمكن أن تجري لحماية من؟ لحماية من إذن؟ وليست لحماية أحد، إنها حرب عبثية بدون هدف، لأن داعش لا يمكن، إذا وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها 30 سنة حتى تستطيع أن تخلص داعش. وصلت الفكرة سيادة داعش. العقيد ابقى معي، ننتقل إلى العقيد الركن هيثم إدريس. سيادة العقيد، ماذا قدمت أمريكا لتركيا حتى وافقت على استخدام قاعدة انجرلك الجوية، وأنت تعلم أن هذه القاعدة كانت في يوم من الأيام قاعدة للتجسس على روسيا، وبها 90 قنبلة ب 16 نووي تستطيع استخدامها تركيا، منها 40 ما تشاءت إذا تعرض أمنها للخطر. ماذا قدمت أمريكا وقد كانت تعارض فكرة استخدام القاعدة حتى وافقت فجأة على استخدام هذه القاعدة، وكما يقول لك العقيد أحمد بأنها حرب عقيمة، ماذا جنت تركيا سلفا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخي الكريم، أريد أن أبدأ بمقدمة بسيطة وأشكر الأخوة الضيوف جميعا على المعلومات القيمة التي قدموها لنا. في المنطقة لدينا عدة عناوين رئيسية، هي الأنظمة المهترئة في المنطقة العربية وإيران وتركيا ومؤخرا داعش صنيعة كل هؤلاء والأكراد وإسرائيل. هنا تركيا من ضمن محور سؤالك، تركيا دولة قوية أصبحت خلال العقدين الأخيرين، وأصبحت تركيا ربما تخيف أمريكا من تمددها بالمنطقة في حال انتصرت الثورة السورية. ومنذ بداية الثورة السورية سمعنا عدة تصريحات لمسؤولين أتراك وعلى رأسهم أردوغان بأن حمص وحماهم خطوط حمراء، ولن تكون لن تكون كما كانت حما في العام 1982 عندما دمرها المجرم حافظ الأسد. هذا التوجه التركي الذي أرعب واشنطن وأرعب القوى التي تناصرها في المنطقة فيما إذا انتصرت الثورة السورية، وفيما إذا استطاع الأخوة الثوار العراقيين في الوقوف في وجه تمدد إيران الشيعي الصفوي، من أن تلتزم هاتين الثورتين في العراق وسوريا
مع المحور التركي أو مع الزعيم التركي في المنطقة كما يسمونه، لتشكيل قوة سنية قوية في المنطقة ربما تهدد مصالح أمريكا والعالم الغربي في المنطقة عامة. وهنا التمدد أو التهديد هذا الجديد الذي سوف ينشأ سوف يكون خطر على بقاء إسرائيل وديمومتها كدولة قوية في المنطقة تواجه كافة دول المنطقة مجتمعة. لذلك تم خلق داعش وإيجادها في هذه المنطقة لتكون مسمار جحا تعلق عليه كافة الأخطاء، كشماعة تعلق عليها كافة الأخطاء التي تقع في هذه المنطقة. بدأ داعش بالتمدد، وشعر الأمريكان ومن صنع داعش بأن هذا المسخ الذي خلقوه في هذه المنطقة قد بدأت أظافره تنمو أكثر من اللازم، وبدأ بتهديد الحدود الجنوبية لتركيا الموازية لسوريا. وإلا لماذا تم خلق وإيجاد داعش في هذه المنطقة بالتحديد؟ هناك سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا وعلى أهلنا وأخوتنا جميعا، هل من الممكن أن تكون هناك قوة مثل داعش خلال سنتين تلد من لا شيء من عدة أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة، لتصبح خلال سنتين ونصف إلى 3 سنوات دولة قوية تتمدد على مساحة من سوريا إلى العراق؟ كيف نشأت هذه الدولة وكيف تمددت، ومن أين الإمكانيات المادية لها، ومن أين التسليح، ومن أين الإمكانيات البشرية التي تستطيع تغطية كل هذه المساحة الجغرافية؟ واحتلت الموصل واحتلت الأنبار واحتلت تدمر والسخني وتمددت باتجاه حلب، وربما نجد لها قريبا تمدد جديد. إذن هنا هذا الخطر الكبير الذي بدأ يظهر، ومع العلم أن كلنا نعلم أن تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي، وهناك معاهدة ضمن هذا الحلف بالدفاع عن أي دولة تتعرض للتهديد من دول هذا الحلف. هنا بدأ التهديد يقترب من تركيا تحديدا ومن الداخل التركي، ولاحظنا في الفترة الأخيرة التفجيرات التي حدثت في الداخل التركي. أضيف إلى هذا التهديد تهديد داعش لتركيا هو تهديد الأكراد أو حزب العمال الكردستاني، تهديده لتركيا، والعلاقات الكردية التركية المتأزمة عبر ال50 أو 60 سنة الأخيرة. لذلك داعش لن تكون حتى هذه اللحظة أو ربما خلال 10 سنوات قادمة إلا قوة موجودة في المنطقة تريدها أن تكون بهذا الشكل أمريكا والدول الغربية، ولكن ليس بالقوة أو الحجم الذي يهدد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وبذات الوقت تركيا يجب أن لا تقوى أكثر من ذلك، ويجب أن يكون هناك عدو قوي على حدود تركيا الشمال الجنوبية يهدد تركيا في أي لحظة تريد تركيا اتخاذ قرار صائب لنصرة الثورة السورية. لأنه إذا ما انتصرت الثورة السورية، من هو وكلهم هذا العدو؟ يعلم من أن هو بهذا انتصار الثورة السورية هو قوة لتركيا. سيادة العقيد، من هو بهذه الحالة التي ضربت المثال عليها القوة التي ستهدد تركيا؟ هل هي داعش هي أم الأكراد؟ داعش، نعم هي داعش. والأكراد؟ داعش هي القوة التي ستهدد تركيا إذا ما حاولت تركيا نصرة الشعب السوري ونصرة الثورة السورية. نعم، وصلت الفكرة. أبقى معي سيادة العقيد، ننتقل إلى الدكتور عارف عبيد. دكتور، هل المنطقة الآمنة التي تحدثت عنها أمريكا وتركيا ستحل مشكلة الشعب السوري، أم أنها جزء من الحل، أم أنها غير كافية، أم أنها جزء من المشكلة؟ طبعا أنا أؤيد مثل المناطق آمنة بكل صراحة، لكي يعني يأمن الشعب من القصف والبراميل والقتل والفتك والهجرة، لأن معظم شباب سوريا أصبحت خارج البلاد. ولكن يجب علينا نحن السوريين أن نكون حريصين كيف تصاغ هذه المنطقة الآمنة، وما هو دور القوى الثورية السورية في هذه المناطق. على سبيل المثال، إذا سألتني مثلا من يقود، فأقول لك يجب أن تقاد هذه المناطق داخليا على الأرض من مجالس محلية منتخبة، لأن عندما قام الشعب السوري قام من أجل حرية وعدالة ومساومة وديمقراطية ومحاربة الفقر وغير ذلك. إذن مجالس محلية سورية بحتة مرغوب فيها شعبيا ولا تنفذ أي أجندة غربية، لأنه إذا استلمت بعض الفصائل المسلحة، لا أريد أن أسمي أي فصيل كان، سيؤدي إلى تناحر وصراعات داخلية في نفس المنطقة الآمنة.
يعني إذا تجنبنا مثلا المشكلة الكردية ومشكلة داعش ستظهر هناك مشاكل أخرى نحن بغنى عنها. دكتور عارف، أنت تعيش في دولة غربية، أنت تعرف إذا هذه المجالس لم تعمل ضمن الفلك الغربي فإنها ستتهم بأنها داعشية أو لديها ميول داعشية، والشعب السوري لا ينقصه مثل هذه التهم، هو مشبع بالتهم. نعم صحيح صحيح، هذا هناك يعني كمان هناك مشكلة كبيرة يجب أن يعني نأخذها بحد الاعتبار، مشكلة وسائل الإعلام الثورة السورية تنقصها إظهار حقيقتها إلى العالم الخارجي. الآن العالم كله يعني يركز على كلمة داعش فقط، وأن الثورة هي داعش، وأن إذا سقط الأسد ستستلم داعش. هذا ليس صحيح، هذا هو دور قواد الثورة، إظهار للعالم حقيقة ما يجري على الواقع السوري. أستاذ الدكتور هشام، هناك نقطة فقط واحدة أريد أن أوضحها فقط على طبعا. كلمة اعتدال. أنا أمامي الآن يعني أربعة من السادة الضباط المحترمين، وأود لو كان بيدي لأسأل الأمريكان في أي مثلا درجة أو في أي مكان تصنف هؤلاء الضباط، يعني هل هم من المعتدلين أو غير، ماذا تصنفهم في أي فصيل؟ إذا كلمة اعتدال بالنسبة لي أمريكا يعني تحصرها بالتالي: من يطيع الأمر الأمريكي هو المعتدل. لا تريد أمريكا أناس وطنيين يحاربون من أجل إسقاط الأسد، لا يريدون إنسان وطنيون يعني ينفذون أجندة وطنية خالصة تخدم سوريا والشعب السوري. الاعتدال بصراحة بالمعنى الأمريكي مختلف عن معنانا نحن السوريين. ولكن سمح دكتور عارف، أمريكا تربط أحداث 11 من سبتمبر بداعش، وداعش تربطها بالسني، والسني والسوريين سنة. هاي الحقيقة بالغرب عندما يجلسون مع بعضهم، على الأقل بالأروقة الاستخبارات. دكتور هشام أعطيك بعض النقاط. يقولون بأن داعش خطر، خطر على من؟ داعش هي خطر على الشعب السوري وخطر على سوريا. داعش الآن تدمر تاريخ سوريا. لماذا لم تضرب داعش في إيران؟ لماذا لم تضرب داعش في إيران؟ أذكرك بتصريح أحد قادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية آموس يلدن عندما قال: داعش لا تشكل أي تهديد لإسرائيل، والكل يعرف بأن من يحكم الإسرائيل هم العسكر وليس المدنيين. فيما يخص الدور التركي في المناطق الآمنة، الأتراك الآن دخلوا مرحلة يعني مرحلة السياسة الدولية بكل ثقة، وهناك استقلال مهم في السياسة الخارجية التركية. لا يستثنى الأتراك فقط مما يقولوه الأمريكان. إذا أراد الأكراد أن يقتنعوا بشيء سيفعلوه إن أراد الأمريكان أو لا، ولكن الأتراك لا يريد أن يقعوا في الفخ الأمريكي كما وقع السوفيات في فخ أفغانستان. الكل يعرف بأن الأمريكان هم من وافقوا على دخول السوفيات إلى أفغانستان، وبعد الحرب استمرت 10 سنوات انهار الاتحاد السوفيتي. إذا دخلت تركيا على سوريا بدون موافقة من الجامعة العربية وهيك فقط من أجل تعنت تركي، ستكون هناك مشاكل خارقة بالنسبة لتركيا. ولهذا السبب القيادة التركية حذرة جدا من عدم الوقوع في هذا الفخ. القضاء على داعش لا يحتاج إلى مليارات كما ذكر أحد الساسة الأمريكيين، قال نحن بحاجة إلى 100 مليار خلال 30 سنة للقضاء على داعش. هذا ليس بصحيح. من يقضي على داعش هو الشعب السوري، ولكن هل سيترك الأمريكان الشعب السوري يتوحد؟ هل سيترك الجيش السوري الحر يتوحد تحت الضباط؟ هل سيقوم بتشكيل مجلس ثوري يعلن الوفاء لخدمة سوريا الأم والشعب السوري؟ هذه هي القضية. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى العميد ركن أحمد الرحال. سيادة العميد، ما هي مقومات البنية التحتية اللازمة لإقامة منطقة آمنة يعيش فيها 1,700,000 سوري عيشة على الأقل كريمة، لا نقول متواضعة؟ يعني هذا إذا ما افترضنا أن الإدارة الأمريكية ستسمح بإقامة المناطق الآمنة أو المناطق النظيفة كما اسمها أخيرا، هذا الأمر أعتقد أنه سيحصل في النهاية، لأن الحاجة الأمريكية للجهود العسكرية التركية ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على القبول. اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية لم تعودنا على مدار تاريخ أنها تلتزم بحلفائها، وبالتالي ستتخلى عن الأكراد، هذا أمر واقع. ولكن ما هي متطلبات المنطقة الآمنة؟ بالطبع أول متطلبات هي الأمن والأمان، يعني أن نضمن أن تلك المنطقة بكامل حدودها، طبعا الاتراك لا يقولون ان هناك منطقه امنه، يقولون ان هناك مناطق سوف تتوسع بالعمق وتتوسع بالاجناب. يعني هم يقولون ان 875 كيلومتر التي تربط سوريا مع تركيا ستكون جميع مناطق امنه في المستقبل، ولن تسمح تركيا من الحسكه او من
آخر الحدود السورية حتى البحر المتوسط لأن يكون هناك أي كرتون كردي، وخصوصا إذا ما رأينا بالأمس التوقيع ما بين تل أبيض وعين العرب على التوحد وضم عين تل أبيض إلى عين العرب. إذا الأكراد هم مأذون بالتقسيم. أعود للسؤال، ما هي المتطلبات؟ أولا الأمن والأمان يجب أن تكون خالية تلك المنطقة من أي تهديد سواء كان أرضي أو جوي من نظام الأسد على تلك المنطقة. اثنين، إيجاد الشريك، وتلك النقطة التي يرفض الغرب حتى الآن، ترفض الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن من إيجاد الشريك الأرضي، لأن كلمة إيجاد شريك أرضي تعني إنشاء قوة عسكرية قوية، تعني إنشاء جيش وطني. وجدنا بالأمس أن هناك دعوة، وتلك الدعوة حقيقة أنا لا أريد الدخول في تفاصيلها أو ضرب تلك الدعوة التي وجهها أحرار الشام من الدعوة إلى جيش وطني. لا أعتقد أن الحل يأتي على هذا الطريق، لا أعتقد أن إنشاء ميليشيا من فئة واحدة من الشعب السوري تسمى جيش وطني، ولا أعتقد أن الأخوان هون مؤهلون للقيام بتلك الخطوة عن طريق التوحد مع أحرار الشام. يعني إذا كانت تركيا وراء هذا الأمر فأعتقد أن تركيا أخطأت الطريق وضلت الطريق الشعب السوري. إذا ما دعمت الأحرار ودعمت الأخوان المسلمين بأن يكونوا هم المؤهلين لقيام الجيش الوطني، إذا مقومات المنطقة هي الأمان وإنشاء قوة عسكرية تخدم الثورة السورية، ومن ثم يمكن أن نقول لتتفضل أو لتدخل الشعب السوري، فصال الشعب السوري أو مكونات الشعب السوري النازحة والمهجرة إلى الخارج. أيضا يجب أن تكون هناك قاعدة سياسية للقيادة السياسية للثورة السورية، يعني الائتلاف لا يمكن أن يبقى في تركيا، الحكومة المؤقتة لا يمكن أن تبقى في غازي عتاب، يجب أن تكون في الداخل السوري حتى تكتسب شريعتها. إذا ما أمنت كل تلك الأمور أو رضخت أو يعني أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على القبول بهذا الأمر، أعتقد أن يكون أصبحنا في بداية الحل للقضية السورية. لكن حتى الآن أعود أقول أن تلك الأمور تقع تحت خانة الأمنيات أو تحت خانة ما نتمنى أن يكون، لكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ترفض المناطق الأمنية ولن تقبل فيها إلا مجبرة إذا ما وضعت أمام أحد احتمالين، داعش أو المناطق الأمنية، عندها ستربي طلبات القيادة التركية. ابقى معي سيادة العميد أحمد، ننتقل إلى العميد حاتم الراوي. سيادة العميد، هل تطهير سوريا من داعش كما نسمع في الآونة الأخيرة من بعض المحللين العسكريين بأنها هي مسألة شهور فقط لو تعطيهم أمريكا المجال، هل بهذه البساطة سيتم تطهير سوريا وحتى العراق من داعش؟ وأنت تعلم أن الجيوش الآن بكل صدق وعلى رأسها الجيش الأمريكي وهو أقوى جيش في العالم غير مدربة وغير مؤهلة لإزالة تنظيم كتنظيم داعش نهائيا على الأرض لأنه فكر. تفضل. أفصل بين داعش كعسكرة وداعش كفكر. الأول، داعش كعسكرة في سوريا حالة وفي العراق حالة. في سوريا داعش إن إذا أرادت الإرادة الدولية، إذا وجدت الإرادة الدولية والنية الصادقة، داعش لا تستغرق حتى شهور. نحن نعرف الأرض تماما ونعرف توزع داعش ونعرف نقاط ارتكازها ونعرف الغليان الشعبي السوري على داعش. داعش الآن تشكل ضغط غير طبيعي على المواطنين الذين هم تحت سيطرتها بالفكر، ما يدعون به أنه إسلامي وهو فكر ظلامي، ما في داعي ندخل بهذه أي لأنها أصبحت معروفة. أما إذا انتقلنا إلى العراق ففي العراق الحالة مختلفة. في العراق توجد داعش تحارب الحشود الشعوبية، تحارب إيران داعش، أو بالأحرى إيران تتقدم باتجاه داعش. صفوة المقاتلين وعموم أبناء الشعب العراقي في هذه المناطق مستاءون من الاثنين معا، لذلك تكون المسألة معقدة أكثر. أما في سوريا فإذا وجدت النية الصادقة ووجد الدعم البسيط، لا أقول الدعم الكامل، وكما أسلف الزملاء قبل قليل ليس توحيد الجيش الحر، إنما رفع
رفع أسباب تفتت الجيش الحر، فقط رفع أسباب تفتت الجيش الحر وإحياء الخلايا النائمة وهي كثيرة جدا في سوريا، ونعرفها ونعرف تمركزها ونعرف أماكنها ونعرف قدراتها. فداعش لن تستغرق يد السوريين أكثر من أيام، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. إذا وجدت النية الصادقة لدى المجتمع الدولي فداعش في سوريا لن تستغرق أكثر من أيام. ولكن نعم الفكر، تطرقت إلى العسكرة، أما الفكر وهو الأهم والأخطر. هذا من ناحية العسكرة. أما ممن يتخوفون أن داعش زرعت فكرا، يا أخي هذا الفكر سيطول اجتثاثه وسيطول طلع، يا أخي هذا الكلام بعيد عن الواقع تماما. نحن أبناء الأرض وأبناء المنطقة التي تسيطر عليها داعش، استياء غير طبيعي، استياء مطلق، استياء مطلق من فكر داعش. المواطن يحضن داعش اليوم خائف ومرعوب، خائف من كل شيء، خائف من كل شيء. لذلك بانقشاع غمامة داعش عن المنطقة سيعود الفكر الإسلامي الحقيقي لدى أصحاب هذا الفكر، ويعود الفكر المنطقي والفكر العلماني لأبناء المنطقة. داعش غير متجذرة فكريا ابقى معي سيادة العميد، في ننتقل. سوريا. وصلت الفكرة، شكرا سيادة العميد. ننتقل إلى العقيد أحمد الحمادي. هل كما تفضل سيادة العميد حاتم الراوي يقول لك بأن داعش هي مسألة بسيطة ويمكن اجتثاثها، نريد نظرتك العسكرية لهذا الموضوع. النقطة الثانية وهي الأولويات، هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على المعارضة المعتدلة أجندة أن تقاتلون داعش أولا ومن ثم تقاتلون النظام، إذا علمنا أن معركة داعش أمريكا نفسها اعترفت بأنها 30 عام؟ تفضل سيادة العقيد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لاجتثاث تنظيم داعش، نعرف أنه نحن داعش ليس وليد اليوم، فهو فكرة قائمة من أفغانستان إلى العراق إلى نيجيريا، اليوم إلى عندما تجد الوسط المناسب تتكاثر فيه داعش. فوجدت في سوريا على شكل مجموعات بسيطة لا تتعدى 50 إلى 70 إلى 80 واحد، ثم تمددت. هي إن تقاعس المجتمع الدولي وعدم إمداد الجيش الحر ووضع الجيش الحر الضباط الذين انشقوا في مراكز وفي أماكن لا أهمية لها وتركوا لقدرهم، فتم تدخل داعش وهذا الفكر في الوسط البسيط من المجتمع السوري. وهناك الكثير من المثقفين الذين رأوا أن لا سبيل أمامهم للخلاص من هذه المشكلة، مشكلة النظام السوري ومشكلة التردي الإسلامي ومشكلة التمدد الإيراني الشيعي في كل مكان، إلا في الوقوف ضد في تنظيم قوي ضد هذه المشاكل. نرى المجتمع الدولي صمت لمدة 2 3 سنين ولم يحرك ساكنا، وحتى في وجود عند وجود داعش وعندما كانت تتمدد، عندما حاربناها في 2013 في الشهر شباط من وطردت من محافظة إدلب، قدمنا الكثير حتى طردت داعش من هذه المكان. لم نرى لهب المجتمع الدولي ولا الولايات المتحدة ولا هؤلاء الذين اليوم ينادون في محاربة داعش لمد أي يد العون للثوار الذين يعتبرون هم الوطنيون. لم نجد أحد يمد يد العون لنا جميعا. وعندما تمددت داعش وأخذت الرقة، كذلك كان الطيران المعادي، الطيران الأمريكي والطيران التحالف في إجازة طويلة، وعندما انتقلت داعش إلى تدمر وبالأمس هدمت معبد شمين، كذلك لا أحد يراها أبدا.
المجتمع الدولي متخاذل في حرب داعش، ومتخاذل في نصرة الشعب السوري، ومتخاذل في نصرة القوى الاعتدال العربي. وتدريب الأمريكي ل 60 عنصر خلال 4 5 سنوات إنه مخزي ومضحك جدا. هذه القوة لا تستطيع لا تحارب داعش ولا تستطيع أن تحارب النظام. نعم. فأما الترتيب الذي أوجد لها بأنها ستحارب داعش فقط فهذا أمر مخزي. إن سبب تمدد تنظيم داعش وتمدد الإرهاب هو رأس الإرهاب بشار الأسد وعصابته المجرمة. ماذا نقول إذا قلنا أن أعمال داعش في قصف معبد شمين وتهديمه أنه عمل إرهابي؟ ماذا نقول عن تدمير المسجد الأموي في حلب؟ إذا كان تدمير داعش لقتل الطيار الأردني رحمه الله أنه جريمة إرهابية، ماذا نقول عن 500 شهيد طفل ورجل وامرأة في دوما وحرستا وعربين ومسرابة وإدلب؟ ماذا نقول عنه؟ أليس إرهابا؟ أليس إرهاب الدولة هو الأولى بالمكافحة أم إرهاب العصابات؟ نعم. إننا نقول للولايات المتحدة ولمجلس الأمن ولكل من يهتم بأمر الإرهاب، إما اتركونا لأنفسنا ولقدرنا أن نموت أو ننتصر، أو حاربوا رأس النظام بشار الأسد. عنوانه موجود في المهاجرين، في جبل قاسيون، في كل أماكن. إنكم تعرفون شخصا أين يتحرك، ولا تعرفون أبو بكر البغدادي وبشار الكيماوي أين يوجدون. ابقى معي إنها أمر وصلت الفكرة. ابقى معي سيادة العقيد أحمد، ننتقل إلى سيادة العقيد الركن هيثم إدريس. أنقرة وواشنطن متفقتان على العمل لتطهير شمال سوريا من تنظيم داعش، لكنهما لم يتفقا على فرض منطقة حظر جوي. لماذا؟ لأنها تعني بشار الأسد الحظر الجوي ولا تعني داعش؟ سيادة العقيد هيثم. سيدي الكريم، أنا أعتقد أن أمريكا وتركيا حتى هذه اللحظة غير متفقتين على تطهير الشمال السوري من داعش. لماذا؟ لأن أمريكا ترفض تطهير المنطقة من داعش، وأمريكا حتى الآن لم توافق على المنطقة الآمنة. أريد أن أعقب بموضوع بسيط على الفرق بين المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة حسب القانون الدولي. المنطقة العازلة في القانون الدولي هي عبارة عن مساحة جغرافية من الأرض موجودة على الحدود بين دولتين متحاربتين، يتم إنشاؤها عن طريق مجلس بقرار من مجلس الأمن أو بقرار من مجموعة دول المتحالفة. فمن ضمن تقوم جيوش الطرفين الدولتين المتحاربتين بالانسحاب إلى حدود إلى خطوط معينة، كالمنطقة العازلة الموجودة حاليا في الجولان السوري المحتل ما بين سوريا وإسرائيل. وهذه المنطقة بحاجة لحظر جوي ولا يسمح بدخول الأسلحة الثقيلة إليها. طيب. أما المنطقة الأمنية فهي منطقة جغرافية من الأرض حسب القانون الدولي، تحدد وتكون معزولة برا وجوا وبحرا من أجل حماية مجموعة بشرية معينة غير قادرة على حماية نفسها، ويسمح في هذه المنطقة لأهل هذه المنطقة أو هذه المجموعة البشرية بامتلاك السلاح اللازم للدفاع عن أنفسهم تجاه أي خطر يتهددهم. وهي أيضا تنشأ هذه المنطقة الآمنة بقرار من مجلس الأمن أو بقرار من مجموعة تحالف دولي، ولاحظنا ذلك في شمال العراق إبان حكم نظام صدام حسين، أو في يوغوسلافيا في كوسوفو أو في غيرها. وهذه المنطقة أيضا بحاجة لمنطقة حظر جوي. إذا كافة هاتين المنطقتين في القانون الدولي هما بحاجة لحظر جوي. أمريكا لا تريد لطيران الأسد أن يمتنع عن الطيران فوق كافة مناطق سوريا. ولاحظنا أول أمس المساء أن طائرات بشار الأسد قصفت مرابض أو مقرات تواجد الفرقة 30 التي عملوا منها الفيل الذي سوف يهدم مكة. للأسف أن يوم أمس قامت طائرات بشار الأسد بقصف مقرات هذه الفرقة. نعم. إذن أمريكا حتى الآن لم تتفق هي وتركيا على إنشاء هذه المنطقة الآمنة. تركيا تريد إنشاءها من أجل حماية الشعب السوري وعودة اللاجئين والمهجرين إلى هذه المنطقة ليعيشوا في منطقة آمنة، ويبدأوا بتجهيز الجيش الحر القادر على تحرير المنطقة، تحرير سوريا كاملة. ولكن أمريكا لا تريد هذا الشيء أبدا، وحتى الآن أمريكا لا تعمل أي خطوة إلى الأمام من أجل هذه المنطقة الآمنة، لأنها تريد لداعش أن تلعب دورا
في المستقبل القريب أو المتوسط، وحتى الآن لم ينتهي دور داعش في المنطقة. شكرا سيادة العقيد، كان معي كل من الدكتور عارف عبيد والعميد ركن الطيار حاتم الراوي والعميد ركن أحمد الرحال والعقيد الركن أحمد الحمادي والعقيد الركن هيثم إدريس، وكان معي من الهندسة الإذاعية كل من الزميلة سلام المساعدة والزميل مهند لكسوس، وكل الشكر والتقدير لاستماعكم، وإلى لقاء يجمعوني بكم، هذه أغلى أمنياتي. عم تسمع راديو أوريال.